معنا السيد تامي من فاس. السيد تامي مرحبا. اهلا سي منير. مرحبا السيد تامي. الله يحفظك، تحيه ليك، تحيه للسي فخدين. الله يبارك فيك السيد تامي، بارك الله فيك. الله يحفظك. هي شويه سمحوا لينا نناقشوا معكم هاد شويه، وسيرتو هاد المدربين دابا اللي جبتوا عليهم الهضره وعلى ابناء الفريق. غير بالنسبه ليا حنا تنلعبوا كره وعندنا امثله في الكره اللي هما فرق عالميه وزوينه. دابا الى ذكرت لك بعض السميات، مثلا نمشيو مانشستر يونايتد، شكون اللي شادها دابا؟ سولسكاير. شادها سولسكاير. سولسكاير اللي بدا، اللي كان تيشد مانشستر اسبوار ولا شي حاجه، الاخر بيرلو ولا جينيور. وي دابا بيرلو اللي سميه في جيفونتيس، شمل كارير كانت عنده؟ والو، لا شيء. كلاعب كان غوارديولا. غوارديولا براسو فاش بدا ب 2008 كان تيتريني بارسالون بي اللي كانت في الهوات ديالهم في فرنسا ولا شي حاجه. زعما واش حنا هاد الناس حنا احسن منهم؟ غنمشي معاك بعيد اخويا منير، وتنعرفك لا انت لا سيف خالد الدين تبارك الله متبعين. غنمشي لك واحد الجوار اللي كلشي تيعرفو، اللي هو يا ربي سيدورف. سيدورف سيدورف كان غادي يجي يشتغل هنا في الاداره التقنيه، كانوا تيقولوها، ولكن طلب داكشي اللي طلب خيالي. وغايجيب معاه الناس غايشتغلوا معاه. فوالا سيدورف هي اللي بغيت نقول لكم. اسمح لي يا سي تامي نضحك شويه مع فريق داكشي اللي طلب سيدورف، فيه الشحمه بزاف يعني. فيه غادي يطلق، ماشي يطلق الشحمه بزاف بزاف. الشحمه اكثر من ديال الخليع. غير انت ما تاخذش الشحمه. لا هو غيدير لا سيدورف. سيدورف يدي الشحمه ومزيان عليه وغادي يدير وغادي. وانت اللي دا ما مزيانش ليك. لا انت لا، انت الدسم ملق. انت لا تموت، تبقى تموت وتقطع طرف بطرف، وحنا رحنا موراك. تفضل سي تامي. الله سي تامي. لا انا الفكره اللي بغيت اسمح لي سي تامي الا قطعتك، منين جبتي هذا الموضوع ديرنيارمون كنتفرج انا في اللعابه ديال الفريق ديال ريال مدريد، شادهم راؤول. ريال مدريد دريس اللي داو تشامبيونز ليغ، هادو اللي كانوا مشاركين ديرنيرمون في واحد الدوري. وي وحاجه اخرى، اش كيقول هذاك المودع على راؤول؟ ما هضرش عليه اون طونك جور، وداك الشيء تاريخ راه معروف. قال لك هذا كيتصيب دابا. واش عارف انت سي تامي هذاك راؤول كيتكون دابا بحال زيدان، تاهو ملي اشتغل في هذيك اقسام. لا سي سير سي سير كيتكون باش غدا الله يرضي عليك، ما عندي ما نتسال. بحال كسافي دابا اللي فوالا، بحال كسافي وبحال هذا فوالا. داكشي انا اللي بغيت نعطي المثل بسيدورف وتاكد منها باللي في 2014 شهر 11 كان تيلعب الكره. أيه؟ تيلعب لعاب. اييه شهر واحد مدرب ديال ميلون اسي. أيه؟ ما عرفتش عاقل. صح كلشي تيقول لك يعني ما عندوش تجربه. اييه واش نقول لك؟ هو العام اللي راه كان في لاكوب دافريك، هو كليفرت. يلا كاع وما عندوش اكسبيريونس. دابا تصور السي فخد ولا السي منير، مثلا نعطيو مثال واحد عنده كارير انترناسيون، بوصوفا سالا الكره. الا جبتي الوداد ولا الرجاء كلشي نوضي غبوت. الله سي فري بصح. فهمتيني اش بغيت نقول؟ عرفت كاش بغيتي تقول دابا سي تامي. دابا حنايا عندنا عبد الهادي السكيتيوي دابا اللي في اسفي. دابا عبد الهادي السكيتيوي تنظن في عمره 56 57 سنه تنظن، لحقاش ولد الماط كان عندنا. دابا حد الان مازال منابر تتقول لك المدرب الشاب عبد الهادي السكيتيوي. الله ود الله يود. والله الا كاين اللي تيقول لك المدرب الشاب عبد الهادي السكيتيوي. هاد الشاب راه كتخرج مع شوف مع هاد الايام نيجلسمان. عرفتي اخويا في خدي نيجلسمان ديال ليك ديك. عرفتها. شحال في عمره؟ اللي وصل الشامبيونز ليك. اي هذاك كاع واقيلا شي لاج ديالو صغير بزاف كاع 33 عام. 33 عام. المدرب ديال شالك اللي كان مع حارث. اييه. شالك عمره 32 عام. 32 عام. 32 عام راه فاش كان تيلعب الراقي مثلا سنيوره، هذا هو كان تيلعب ميني. وحنا نلعب هنا 35 عاد غيبدل الفرقه. هذا الشيء علاش مثلا. تيهز معاه القرعه ديال الزهر ديالو والكفن. وذاك التمر ديالو ديال الروضه، وكيمشي عاوتاني يشوف شي. دابا سي فخر الدين بدون ما نهضروا عليك نتايا. انا اودي سي تامي شتي انا والله العظيم الحمد لله مرتاح مع راسي، والله ما نكذب عليك. اللهم كيقول لك قليل وتاكل ومحترم راسك وتبقى نقي، ولا هاد المشاكل اللي كنسمعها وهاد التضارب الاراء.